يذكر عن إبراهيم باشا القائد المصري الذي غزا هذه البلاد، استولى على الدرعية وقام بنقل العلماء ونقل أيضاً كبار السن إلى مصر، نقلهم من بيوتهم في الدرعية وفي الرياض نقلهم إلى مصر بأمر من الدولة التركية، ليزعمون أن هذا فيه إنهاء لهذه الدعوة واقتلاع لجذورها، يزعمون هذا. ولكن لما سئل إبراهيم باشا هل هذه الدعوة انتهت، قال لا، هذه الدعوة جذورها في الأرض ولا بد أن تعود. وكما ترون والحمد لله يجري عليها محن، لكن تبقى رغم المحن ورغم الشدائد تبقى، لأنها دعوة حق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، فهي تبقى وإن جرى عليها ما جرى أو يجري، إلا أنها تبقى لأنها مرتكزة على الكتاب والسنة. وكل شيء يرتكز على الكتاب والسنة فإنه يبقى بإذن الله. وأما الشبهات وأما المذاهب الشخصية وأما كلها تزول، تصول ثم تزول، وتظهر هذه الدعوة بين الحين والآخر. ما ضرها ما جرى عليها ويجري، ما ضرها الشبهات التي تلصق بها، ما ضرها من ينتسب إليها وهو ليس من أهلها، تبين وينكشف والحمد لله. هل ينتسبون لها وهم على غير طريقها ينكشفون ولله الحمد، لا يضرونها شيئاً وإنما يضرون أنفسهم.